بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات المستوى الرابع الفصل الدراسي الأول، هنستكمل محاضراتنا في مادة نظم محاسبية متقدمة. إن شاء الله النهاردة هنتناول المحاضرة الثانية، هناخد فيها المعالجة المحاسبية لمصروفات إصدار وثائق الاستثمار. زي ما عرفنا المحاضرة السابقة ان صناديق الاستثمار بتصدر وثائق استثمار وبيكتتب فيها المؤسسين والجمهور اللي هم المكتتبين. طيب، مصاريف اصدار وثائق الاستثمار تعرفها ايه؟ تعرف مصروفات اصدار وثائق الاستثمار بانها قيمة المبالغ المحصلة من المكتتبين في وثائق الاستثمار في مقابل حصولهم على هذه الوثائق. احنا عرفنا ان المكتتبين بيشتروا وثائق استثمار، المبالغ بقى اللي بحصلها من المكتتبين في مقابل حصولهم على هذه الوثائق اسميها مصاريف اصدار وثائق الاستثمار. ودي بقى عليكها في البداية، باخدها بقسمها من حساب المؤسسين وفي النهاية بسددها للمؤسسين عن طريق البنك. وفي نهاية السنة بشوف الفرق بين مصاريف الإصدار اللي أنا حصلتها في البداية ومصاريف الإصدار الفعلية في نهاية السنة، والفرق بينهم حسب هو بالزيادة ولا بالعجز. وهنشوف دلوقتي ازاي بنعالجه، يا إما بنحط الفرق اللي هو المتمم في حساب احتياط رأس مالي أو في حساب الأرباح والخسائر. طب تعال نشوف القيود كده إيه الأول وبعد كده ناخد مثال. عند قيام المؤسسين بدفع مصروفات إصدار وثائق الاستثمار، قلنا بالنيابة عن المكتتبين، فده مصروف يعني مدين، فقوم من حساب مصروفات الاصدار الى حساب المؤسسين. بعد كده لما اخدهم بقى اخصمهم البنك عشان ارجعهم للمؤسسين، فقوم من حساب المؤسسين الى حساب البنك. طيب، عند تحصيل مصروفات الاصدار من المكتتبين هنا نواجه احد ثلاث بدائل فيما يتعلق بالمبالغ المحصلة والمبالغ او مصاريف الاصدار الفعلية. اول بديل، عندما تكون المبالغ المحصلة مقابل مصروفات الإصدار، يعني المبالغ اللي حصلتها في البداية بتساوي مصاريف الإصدار الفعلية اللي أنا تحملتها، في هذه الحالة ما عنديش بقى إيه متمم، ما فيش فرق، ففي الحالة دي بسجل عادة أقول من حساب مبالغ محصلة مقابل مصاريف الإصدار إلى حساب مصاريف الإصدار الفعلية، يعني يتم إقفال مصاريف الإصدار الفعلية في حساب مبالغ محصلة مقابل مصاريف الإصدار، يعني اللي أنا مصاريف الإصدار الفعلية اللي أنا سجلتها في القيد الأولاني ده بقفلها في حساب مصاريف أو مبالغ محصلة مقابل مصاريف الإصدار. طيب، البديل التاني، عندما تكون المبالغ المحصلة مقابل مصاريف الإصدار أكبر من مصاريف الإصدار الفعلية، يعني اللي أنا حصلته أكبر من الفعلي، في هذه الحالة يتم إقفال مصاريف الإصدار الفعلية في حساب مبالغ محصلة مقابل مصاريف الإصدار عادي، يعني نفس القيد عادي، والفرق المتمم الزيادة في المبالغ المحصلة في الحالة دي تعتبر زيادة، فبنسجلها في حساب احتياطي رأس مالي، والقيد بياخد الشكل التالي، هيبقى من حساب مبالغ محصلة مقابل مصاريف الإصدار إلى مذكورين، هنا المتمم في الجانب الدائن اسمه احتياطي رأس مالي. طب البديل التالت، لو المبالغ المحصلة مقابل مصاريف الإصدار أقل من مصاريف الإصدار الفعلية، في هذه الحالة بنسجل أو بنقفل الأول مصاريف الإصدار الفعلية في حساب مبالغ محصلة مقابل مصاريف الإصدار، والفرق ده بستهلكه على فترة زمنية تتراوح من 3 حتى 5 سنوات. طبعا أنا بحدد لك في التمرين هنستهلكها على كام سنة. في النهاية بعمل بيها قيد من حساب قيد استهلاك مصاريف الإصدار إلى حساب مصاريف الإصدار الفعلية، وبعمل القيد ده بيتعمل في نهاية كل سنة. بعد كده بقفل القيد ده في حساب الأرباح والخسائر، بقى في قسط إهلاك مصروفات الإصدار في حساب الأرباح والخسائر. طبعا ده كلام مش واضح قوي، تعال ناخد مثال ونطبق عليه ونشوف إن العملية تبان صعبة لكن هي سهلة ومفيهاش أي تعيد. خطوات بنمشي عليها، لو قلنا يوم 30/3/2005 طرح أحد صناديق الاستثمار التابع للبنك الأهلي وثائق استثمار للاكتتاب العام للجمهور عن طريق المركز الرئيسي للبنك وفروعه، وكان رأس مال الصندوق 60 مليون جنيه مقسم على 300
ألف وثيقة، 60 مليون على 300 ألف وثيقة، يبقى القيمة الإسمية للوثيقة كام؟ 200 جنيه، عشان ال200 جنيه لو ضربناهم في ال300 هيديني 60 مليون، بالإضافة إلى 2 جنيه مقابل مصروفات إصدار كل وثيقة. وقد اكتتب البنك في الحد الأدنى لوثائق الاستثمار، البنك اللي هو المؤسس اكتتب في الحد الأدنى، أما الباقي تم طرحه للاكتتاب العام. المطلوب أولا إثبات قيود اليومية اللازمة بدفتر يومية الصندوق لمعالجة مصروفات الإصدار. أنا هنا مش عايز كل القيود، أنا عايز بس القيود الخاصة بمعالجة مصروفات الإصدار في ظل 3 فروض. أول احتمال لو مصاريف الإصدار الفعلية 600 ألف، تاني احتمال لو مصاريف الإصدار الفعلية 500 ألف، تالت احتمال لو مصاريف الإصدار الفعلية 900 ألف. تاني مطلوب تصوير حساب مصروفات الإصدار وحساب مبالغ محصلة مقابل مصروفات الإصدار. تعال نشوف الحل. أولا مصروفات الإصدار الفعلية 600 ألف جنيه، جبناها منين؟ قلنا طرحنا 300 ألف وثيقة وخدنا مصاريف إصدار على كل وثيقة 2 جنيه، يبقى مصاريف الإصدار هنا كام؟ 600 ألف جنيه. وفي الحالة الأولانية قايل لي إن بلغت مصاريف الإصدار 600 ألف، يبقى معنى كده اللي إحنا حصلناه 600 ألف، ومصاريف الإصدار الفعلية 600 ألف، يبقى الاتنين بيساووا بعض. يبقى القيود في الحالة دي هتبقى بالشكل التالي، أول قيد هتقول لي إثبات استحقاق مصروفات الإصدار الفعلية، ده مصروف هتقول لي مين حساب مصروف مصروفات الإصدار الفعلية إلى حساب المؤسسين ب600 ألف. تاني قيد سداد مصروفات الإصدار المؤسسين من حساب المؤسسين إلى حساب البنك. تالت قيد إقفال المبالغ المحصلة مقابل مصاريف الإصدار في حساب مصروفات الإصدار الفعلية. مصروفات الإصدار مدينة، لما أجي أقفلها تبقى داينة، عشان كده جت معايا حساب، وأنا بقفل في حساب مبالغ محصلة مقابل مصروفات الإصدار، وهنا مفيش متمم ولا حساب احتياطي ولا عندنا فرق هنستهلكه، يبقى أدي ال3 قيود. وتصوير حسابات الأستاذ عادية خالص، حرف تي، هنعمل حساب أستاذ لمصروفات الإصدار الفعلية وأرحل له القيود اللي ظهرت فيه كلمة مصروفات الإصدار الفعلية. أدي أول قيد إلى حساب المؤسسين ب600 ألف، تاني قيد مفهوش مصروفات إصدار فعلية، تالت قيد فيه مصروفات إصدار فعلية أهو من حساب مبالغ محصلة مقابل مصاريف الإصدار، ولازم مجموع المدين يساوي الدائن. أما حساب مبالغ محصلة مقابل مصاريف الإصدار عادي، ترحيل قيود عادي خالص اللي ظهر فيها حساب مبالغ محصلة مقابل مصاريف الإصدار، عليه ظهر في قيد واحد، وده متمم بيروح البنك، يعني المتمم بيتقفل إن دي مبالغ راحت البنك. دي أول حالة اللي كانت مصاريف الإصدار الفعلية 600 ألف والمبالغ المحصلة مقابل مصاريف الإصدار 600 ألف، فالاتنين ساووا بعض، فمفيش متمم، مفيش أي مشكلة. طيب يا شباب، الحالة التانية، إن مصاريف الإصدار الفعلية 500 ألف جنيه، واحنا قايلين في البداية حصلنا 2 جنيه عن كل وثيقة، يبقى 300 جنيه حصلنا عن كل وثيقة 2 جنيه، يبقى المبالغ المحصلة مقابل وثائق الاستثمار أو مصاريف الإصدار 600 ألف، لكن في نهاية السنة اكتشفنا إن اللي دفعناه فعلا بس 500 ألف. فتعالوا نشوف هنعالجوا العملية هنا ازاي. أول حاجة قيد إثبات استحقاق مصروفات الإصدار الفعلية، مصروفات الإصدار الفعلية 500 ألف، المؤسسين 500 ألف، قيد سداد مصروفات الإصدار المؤسسين سددنا لهم 500 ألف. الإقفال بقى إحنا حصلنا 600، يبقى من حساب مبالغ محصلة مقابل مصروف الإصدار 600 إلى مذكورين مصاريف الإصدار الفعلية 500، وقلنا المتمم هنا الدائن هنا بيقفل في حساب احتياطي رأس مال. يبقى احنا هنا عملنا اثبات القيود. المطلوب التاني تصوير الحسابات، عادي خالص ده تصوير حساب استاذ عادي خالص، وقلنا هنا الفرق بقفله او المتمم بتاع الحساب بيروح البنك. طب تالت حالة بقى، لو مصاريف الاصدار الفعلية 900 واحنا حصلنا بس 600، يبقى القيود عادي، بسجل مصاريف الإصدار الفعلية 900 خدناها من المؤسسين، بعد كده نرجعهم من المؤسسين ونقللهم من البنك.
بعد كده بنقفل مصاريف الاصدار في حساب مبالغ محصله مقابل مصاريف الاصدار. بعد كده بقى ايه الزياده؟ قلنا هي تستهلك على من 3 سنين ل5 سنين، فانا قلت لك مثلا في التمرين على 5، يبقى هنا الزياده 300 على 5، يبقى هستهلك في السنه 60,000. يبقى اقول من حساب قسط استهلاك مصاريف الاصدار الى حساب مصاريف الاصدار الفعليه، وترحيل قيود عادي خالص، حسابات استاذ عادي خالص. بس هنا طبعا مصاريف الاصدار مش هيبقى المديني سوى الدين، لان في فرق على استهلاكه كل سنه اللي هو 300 ايه 1000 جنيه. نيجي لرابع نقطه، المعالجه المحاسبيه لاسترداد وثائق الاستثمار. يعني لو المستثمر اللي هو شاري الوثيقه ده، بس طبعا ده من غير المؤسسين، له الحق في استرداد قيمه الوثيقه في اي وقت طبقا للقيمه الاسترداديه للوثيقه والتي تحددها إدارة الصندوق أسبوعيا أو شهريا. يعني اللي شاري وثيقة من الجمهور الصندوق بيحدد له، والله اللي عايز يسترد الأسبوع ده هيسترد مثلا 90% من ثمنها أو 80% من ثمنها أو 70% حسب الصندوق ما بيحدد أسبوعيا أو شهريا حسب نظامه. وهنا هنفرق بين حالتين، هل الصناديق دي مفتوحة ولا مغلقة؟ الصناديق المفتوحة قلنا دي ذات رأس مال متغير، يعني رأس مالها ممكن يزيد أو يقل، وفيها يتم البيع إلى الصندوق نفسه أو إلى الغير من خلال سوق الأوراق المالية. يعني المستثمر ليه الحق يبيع للصندوق أو يبيع لغير عن طريق البورصة اللي هي سوق الأوراق المالية، لأن هذه الصناديق تكون مستعدة لاسترداد وثائق الاستثمار في أي وقت. طب بالنسبة للصناديق المغلقة اللي هي ذات رأس مال ثابت، هنا البيع يتم فقط عن طريق سوق الأوراق المالية اللي هي البورصة، لأن الصندوق أو الصناديق المغلقة غير ملزمة برد الوثائق التي تصدرها. وفي حالة الصناديق المفتوحة يؤدي البيع للصندوق ذاته إلى تخفيض رأس المال طبعا، وتكون قدرة الاسترداد على النحو التالي: عائد رأس المال داين لما أقلله يبقى مدين، فيجي مع مين؟ هو من حساب رأس المال إلى مذكورين، أنا إلى حساب البنك وإلى حساب عمولة الاسترداد. العمولة دي تعتبر مصروف بيقفل في النهاية في حساب الأرباح والخسائر. وبكده يا شباب يبقى خدنا 4 نقط لغاية دلوقتي. النقطة الخامسة، المعالجة المحاسبية لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية في دفاتر صناديق الاستثمار. يعني صندوق الاستثمار بقى عايز يمارس نشاطه ويستثمر في الأوراق المالية. يتمثل النشاط الاستثماري لصناديق الاستثمار في الأوجه التالية. يعني صندوق الاستثمار ده ايه شغله، عبارة عن ايه؟ أول حاجة شراء الأوراق المالية بغرض إعادة بيعها وتحقيق رأس ربح رأس مالي من وراء ذلك. يعني صندوق الاستثمار بيضارب في البورصة، ينزل البورصة سوق الأوراق المالية يشتري أسهم، يشتري سندات بغرض المتاجرة فيها وبغرض إعادة بيعها عشان يحقق أرباح. تاني هدف شراء الأوراق المالية برضو اللي هي الأسهم والسندات، بس مش عشان أتاجر فيها بقى وأبيعها، لأ، عشان احصل على ايرادات منها، لان الاسهم بتدي ارباح والسندات بتدي فوائد، فانا ممكن بستثمر ان انا اشتري الاوراق الماليه عشان اخد الريع بتاعها، العائد بتاعها اللي هو في حاله الاسهم اسمه توزيعات او اسمه ارباح، وفي حاله السندات اسمه فوائد. تالت هدف ممكن اشتري وثائق استثمار لصناديق اخرى، يعني اروح لصندوق تاني واشتري منه الوثائق بتاعته. وهنا القانون رقم 95 لسنه 92 بيلزم الصناديق الاستثمار الا تزيد عمليه شراء وثائق الاستثمار عن 10% من اموال الصندوق. يعني لو راس ماله 1,000,000 جنيه ما يقدرش يشتري وثائق من صناديق اخرى باكتر من 10%، يعني 100,000. وهنا برضو ايه يعني ايه نظره كده على الاوراق الماليه المتداوله في البورصه، عباره عن ايه؟ في انواع مختلفه من الاسهم. الجزء ده يعني نطلع عليه لكن مش لأغراض الامتحان، يعني مش عاجب في المعنى أسألك ايه هي أنواع الأوراق المالية، بس تبقى عارف لنفسك حضرتك دي إن شاء الله بتدرسوها في مقررات أخرى بالتفصيل. في أنواع مختلفة من الأسهم، والسهم ده عبارة عن صك ملكية أو جزء من رأس مال الشركة بيحقق أرباح أو خسائر توزع في نهاية السنة. تاني نوع من الأوراق المالية اسمه السندات وهي صكوك دائنية. تالت نوع اسمه أذون الخزانة، ودي بقى سندات تصدرها وزارة المالية الدولة. في وثائق استثمار وهي وثائق تصدرها صناديق الاستثمار زي ما شفنا قبل كده. في
في اوراق ماليه اجنبيه اللي هي بتاعت شركات اجنبيه، او اوراق ماليه مصريه بس صادره بعمله اجنبيه. برضو الجزء ده لاغراض الاطلاع وليس لاغراض الامتحان. اهم الجهات المعنيه بعمليات شراء وبيع الاوراق الماليه: الهيئه العامه لسوق المال، البورصه، شركات السمسره، شركات المقاصه. طبعا في مقررات اخرى هتدرسوا الكلام ده بالتفصيل. طيب عايزين نشوف القيود الخاصه بعمليات شراء الاوراق الماليه. تعال ناخد مثال بسيط ونشوف. لو قلت لك قام صندوق استثمار البنك الاهلي رقم واحد بالعمليات التاليه خلال النصف الاول من عام 2005: يوم 4/1 فتح حساب في البنك العربي للمقاصه بمبلغ 15 مليون جنيه، يوم 7/2 استلم الصندوق فاتوره شراء اوراق ماليه من الشركه الفرعونيه للسمسره وبلغت تكلفتها 3 مليون وعموله الشراء 45 ألف، يوم 6/4 استلم الصندوق الاوراق الماليه المشتراه يوم 7/2، يوم 28/5 استلم الصندوق فاتورة بيع من الشركة الفرعونية تفيد ببيع أوراق مالية ب4.5 مليون، وكانت تكلفة الشراء 4.150 مليون وعمولة الشركة 74 ألف، وطالب منك إجراء كل القيود اليومية اللي المفروض تتعمل في دفتر صندوق استثمار البنك الأهلي. أول حاجة، لما نفتح حساب في بنك المقص أو لدى بنك المقص اللي هو البنك العربي للمقص، بفتح حساب عند البنك، يبقى حساب عند البنك حصل له إيه؟ زاد، فبقول من حساب البنك العربي المقص، وحسابي في البنك بتاعي اللي انا هاخد منه الفلوس هيقل، يبقى الى حساب البنك الجاي. طيب يوم 7/2 لما استلم فاتورة الشراء من شركة السمسار، شركة السمسار قالت لي انا اشتريت لك اوراق مالية، فبقول من مذكورين اوامر شراء اوراق مالية وعملت الشراء الى حساب شركة الفرعونية للسمسار، انا حولت لها لحساب. ولما استلم الاوراق بسجل محفظة الأوراق المالية بقى عندي، إن أنا بقى عندي محفظة أوراق مالية، أنا تعتبر أصل، يعني مدينة تيجي مع من حساب، من حساب محفظة الأوراق المالية إلى حساب أوامر الشراء. هنا حساب أوامر الشراء بقفله، إن أنا خلاص استلمت والعملية تمت. طب لما بيع بقى هتبقى بدل أوامر شراء هتبقى أوامر بيع، يبقى عكس القيد بتاع الشراء. هنا هقول من حساب شركة الفرعونية إلى حساب أوامر البيع، لما أنفذ البيع ويبقى عندي ربح او خساره حسب، لو ربح هيبقى داين او خساره يبقى مدين، حول من حساب اوامر البيع الى مذكورين محفظه الاوراق الماليه، كل دي الارقام دي بتبقى معطى طبعا، وهنا في ربح. طيب لو ايه اللي بعنا بس ب 4 مليون؟ ايوه هيبقى في خساره، برافو عليك. فبدل المتمم هيبقى داين ربح، لا المتمم هنا هيبقى مدين في الجانب المدين، يعني خساره راس ماليه. كده يا شباب يبقى خلصنا الموضوع الاول هو الخاص بصناديق الاستثمار، وان شاء الله المحاضرة القادمة هنخش في فصل جديد وموضوع جديد، ونشوفكم على خير والسلام عليكم.